هدوء يسود الياسمين. 4 أيام تبعت الحادثة، كان الحي ينتظر العاصفة رغم هدوءه، فوجود إرهابيين مدججين بأسلحة وأحزمة ناسفة هددت حياة الآمنين. إلا أن شارع 318 له حكاية مختلفة حين أراد القدر للمجرمين الذهاب مسافة عن المنزل الذي يقطنونه ليلقوا حتفهم. الشارع الذي ينادي السعوديون بتسميته جبران عواجي، الذي جبر خاطر السعوديين في ذلك اليوم بعدم رؤية ضحايا أبرياء يتناثرون على الأرض مثل ما أراد البائسون. أن هذا البطل أنقذ أرواح، أنقذ مسلمين، وضحى بنفسه علشان امتلاكات الدولة، بيض الله وجهه، رحم الله والديه. أما هذه النافذة فكانت أهم وكالة أنباء في العالم يوم السبت المشهود. حسبي الله عليكم الباب، حسبي الله. مات. تطايرت معها دعوات السيدة الخائفة على رجال الأمن، وتطايرت معها طمأنتها بخلاص الإرهابيين. والله كلنا الشعب السعودي يعني نشكر على بطولة هذه، طبعا كل رجال أمن كذا متأكدين، حنا نتمنى يعني أن الشارع رقم 318 يتغير إلى جبران عواجي. رغم مرور أيام على الواقعة إلا أن السكان يذكرون تفاصيلها بشكل دقيق وكأنها وقعت يوم الأمس، وسيذكر شارع 318 جبران العواجي بامتنان. هنا أبر عواجي بقسمه، وهنا سطر زملائه ملحمة الياسمين. استيقظ السكان على دوي الرصاص، واستيقظ السعوديون على بطولة عواجي. عبد المحسن الحربي، الإخبارية، الرياض.